أهلا بكم، حلقة جديدة من المشهد نتوقف فيها نتساءل فيها عن دلالات الصمت الإسلامي على مأساة الإيغور في الصين. يثير الصمت الإسلامي بشكل خاص على ما يتعرض له الإيغور في الصين الحيرة والتساؤلات. ترتفع أصوات حقوقية وحكومية غربية منددة بما تقوم به السلطات الصينية بحق مسلميها. في المقابل تنفي الصين الاتهامات الموجهة لها بالقمع الممنهج ووضع أكثر من مليون إيغوري في محتشدات. واشنطن بوست تعتبر ما يحدث في إقليم تشانجيانغ الصيني أنه إبادة ثقافية وديمغرافية للمسلمين. سيد محمد سرحان، بداية لو وضعتنا ربما في خلفية تاريخية وديمغرافية، من هم الإيغور يعني؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. بالنسبة فيما يخص قضية المسلمين الإيغور، بداية هم موطنهم الأساسي هي تركستان الشرقية، وهو الإقليم الذي تسميه الصين تشينجيانغ بالتسمية الصينية، يعني أي الحدود الجديدة. طبعا هم يسكنون في هذه المنطقة من يعني مئات السنين، يعني هو طبعا هذه المنطقة تقع في قلب آسيا وتسمى تركستان الشرقية. وبالحديث عن تركستان الشرقية، إذن أن هناك تركستان الغربية، هي هذه المنطقة قلب أو وسط آسيا، كانت منطقة واحدة يعيش فيها المسلمون أغلبهم من القوميات التركية، ولكن طبعا هذه المنطقة تتقاسم النفوذ فيها الصين وروسيا. في عام 1917 سيطرت روسيا على الجزء الغربي من منطقة تركستان، وهي هذه المنطقة التي انقسمت فيما بعد إلى خمس جمهوريات، وهي تركمانستان وتاجكستان وكازاخستان وغيرها، يعني هذه الدول الخمس التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي بعد تفككه في التسعينات. أما الجزء الشرقي من منطقة تركستان في وسط آسيا هو موضوع حديثنا، وهو تركستان الشرقية أو التي تخضع حاليا للسيطرة الصينية منذ عام 1949، وتطلق عليها الصين اسم شينجيانغ أي الحدود الجديدة.
لكن ما إن استقرت هذه المنطقة أو خضعت لسيطرة الصين لم تكن كل هذه الفترة هي فترات اضطهاد ومحو للهوية الإسلامية وهكذا، لكن كانت تتفاوت ما بين بعض الحريات التي تمنح لهؤلاء المسلمين في هذه المنطقة وفترات أخرى قامت على الاضطهاد والعمل على محو الهوية الإسلامية وتزويب الثقافة الإسلامية لهؤلاء المسلمين. تركستان الشرقية يسكنها الأغلبية من الإيغور، عرقية الإيغور وهي عرقية من الأتراك ويتحدثون اللغة الإيغورية وهي إحدى فروع اللغة التركية لكنها تكتب بحروف عربية. لكن بجوار الإيغور هناك أيضا قوميات مسلمة أخرى تسكن في هذه المنطقة وتتعرض أيضا للتنكيل الصيني مثل قومية الإيغور، لكن الإيغور بما أنهم الأغلبية فيطالهم النصيب الأكبر من هذا الاضطهاد وهذا التنكيل وهذه الإجراءات الصينية التي تعمل على محو الهوية الإسلامية لهؤلاء المسلمين الذين يعيشون في هذه المنطقة. طيب، يعني بلغة الأرقام الإحصاءات الرسمية حسب صحيفة الاندبندنت تقول 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 من الإيغور والباقي أقليات أخرى، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100، أي نحو تقريبا أكثر من 9% من عدد السكان الإجمالي. هو طبعا فيما يتعلق بالإحصاءات والتقديرات العددية للمسلمين في الصين، لا دعنا نتحدث عن أمرين. عندما نتحدث عن تركستان الشرقية أو يعني إقليم شينجيانغ هذه القضية أو الذي يسكنه الإيغور، وهناك أيضا قوميات صينية أخرى تعتنق الإسلام، 50 أو 56 قومية، لكن هناك منهم 10 قوميات مسلمين. أكبر هذه القوميات المسلمة هي قومية الهوي أو خوي، وإلى جانب أيضا سالار وتتار ومغول وغيرها، وإلى جانب طبعا التاجيك والإيغور وغيرهم. وبالتالي فالأعداد تقديرات المسلمين وتقديرات غير رسمية تتحدث عن ما لا يقل عن 100 مليون مسلم على الأقل في الصين إجمالا ما بين القوميات الصينية في داخل الأقاليم الصينية الأخرى والمسلمين في تركستان الشرقية أو إقليم شينجيانغ. على ذكر تركستان الشرقية، انضم إلينا في النقاش من اسطنبول محمود محمد وكيل اتحاد علماء تركستان الشرقية. سيد محمود، لو وضعتنا في صورة ما يحدث للإيغور المسلمين عموما في الصين، يعني طبعا التقارير تتحدث عن أشياء مرعبة، آخرها تقرير الأسوشيتد بريس عن محاولة عمليا تحديد نسل المسلمين بشكل خاص والإيغور كذلك، وأيضا تقارير تتحدث، انتقادات دولية تتحدث عن عمليات وضع في محتشدات لأكثر من مليون مسلم وغيرها من التقارير، في مقابل السلطات الصينية تنفي كل ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحييكم أخي الكريم وأحيي المشاهدين الكرام. أولا أهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة للمسلمين جميعا. وبالنسبة لسؤالكم أخي الكريم، طبعا ما يحدث في أرض تركستان الشرقية في هذه الفترة من الزمن لا يتصوره عقل عاقل. عندما يسمعه أي واحد لم يذق مثل هذه المرارة من الآلام والعذاب لا يتصور، ولكن نحن كتركستانيين نشعر بهذا ونحس بهذا بهذه الآلام، رغم أننا بعيدين عن تركستان، ولكن نحن كتركستانيين لا نعرف عن أسرنا ماذا حصل لهم. مثلا أنا شخصيا وغيري آلاف المقيمين في الخارج ليس معنا أي تواصل مع أسرنا منذ ما يقارب 4 سنوات. نحن في القرن 21، العالم كله أصبحت قرية واحدة، ولكن نحن نعيش كأننا في قبل قرن من الزمان، عندما كان هناك ليس أي اتصالات ولا أي شيء. هذا يدلنا ما يحدث في تركستان على أنه أمر جلل وعظيم، لأن الصين
كما ذكرتم في التقرير أنها تنكر وكذا وكذا، وهي تعرف أنها تكذب. لماذا؟ لأنه إلى الآن لا يسمح لأي صحفي حر أن يذهب إلى تركستان بحريته ويتجول بحريته، سواء كان سائحا أو صحفيا. نحن أنا أعرف أناس يعني من المسلمين وغير المسلمين ذهبوا كسياح ليستطلعوا الوضع هناك، ولكنهم تعرضوا لمشاكل كبيرة ولم يسمح لهم بالتصوير في أي مكان. وهذا يعطينا دلالة قوية أن ما ينشر في وسائل الإعلام العالمية يعني صحيح 100%، قد يكون ما يكتب أقل مما يحدث في تركستان الشرقية من المظالم. لأن الصين منذ 4 سنوات مع بداية 2017 بدأت سياسة يعني عنيفة جدا ضد الشعب التركستاني. تتمثل هذه السياسة أولا في تحديد النسل كما ذكرتم في التقرير. هذه السياسة كانت موجودة قبل ذلك ولكن لم يكن بهذه الشدة التي هي عليها الآن، ولكن منذ ذلك الحين تحديد النسل، وآلاف من المسجونين سجنوا واعتقلوا بسبب أن عندهم أولاد أكثر من المسموح بهم في القانون. ولذلك عقمت نساؤنا وعقمت أمهاتنا كما ذكر في التقارير السابقة. يعني الإنجاب في تركستان الشرقية منذ يعني ما بين 2015-2018 انخفضت في بعض المناطق إلى 80% وفي بعض المناطق 60%. وهذه السياسة الجائرة بحق مسلمي تركستان عموما والأويغور خصوصا يستهدف القضاء على هذا الشعب، على الأجيال القادمة لهذا الشعب، وتحويل الباقي منهم إلى صينيين يفكرون بالطريقة الصينية ويتحدثون باللغة الصينية ويأكلون الأكلات الصينية. هذا طيب ما يعني هذا في هذا الموضوع، يعني أنت تشير إلى ما تسميه الصين هي إعادة تعليم، هل هي إعادة غسل دماغ؟ ثم السلطات الصينية تقول أنه المبلغ العدد الذي يتم الحديث عنه أنه عدد مهول أكثر من مليون. الانديبندنت تتحدث عن 1,800,000 من الإيغوريين تم وضعهم في محتشدات. أنتم تقولون لإعادة غسيل دماغ، الصينيون يقولون لإعادة تأهيل هؤلاء. لو وضعتنا في هذه، لو ركزتنا علينا الأضواء على هذا الموضوع بالذات، لا يبدو العدد مهول؟ يعني على الأقل حتى لو مليون عدد مهول يعني. نعم نعم، والمليون في نظرنا حتى مليونين أقل. لماذا نقول هذا؟ نحن مثلا أنا كتركستاني وإخواني، وهناك مئات من التركستانيين الموجودين هنا في تركيا مثلا وغيرها من الدول، من أسرة واحدة على الأقل واحد منا في السجون، على الأقل واحد. أنا أعرف شباب وأناس أخوه وأبوه وأمه كلهم في السجون، كلهم في معسكرات اعتقال. ماذا يفعل هؤلاء في السجون؟ ماذا يفعل لهم؟ الذي يفعل لهم حسب شهادات الشهود الذين أفرج عنهم، هناك شهادات قدمت في هذا الموضوع، يعني هم المسجونون مثلا ما يمارس كل يوم بالنسبة لهؤلاء، كل يوم في الصباح عندما طبعا ليس هناك مكان للنوم في الغرفة الواحدة، قد يكون الغرفة مثلا في 15-15 وبعد ذلك يبيت فيها 60 نفر ولا يتسع المكان، ولذلك مجموعة ينام والمجموعة الأخرى يقوم، حتى هكذا ينام بالليل طبعا. وفي الصباح عندما يستيقظون من النوم ما يسمى طابور الصباح، على الكل أن ينشد الأناشيد الصينية التي تمجد الحزب الشيوعي وتمجد الرئيس الصيني الحالي، ومن ثم بعد هذه الأناشيد عليهم أن ينقض ذاتهم ويجلد ذاتهم. لماذا يجلد ذاته؟ لأنه مطلوب منه أن يتغير إلى التطور وإلى التفكير العقلي كما يقولون هؤلاء. عليه أن ينقد أنه كان متدينا أو أنه كان يقرأ قرآن أو أنه كان يصلي كذا، كل ما كان يفعله في السابق وهو حر عليه أن ينقد هذا ويكتب تقرير وإفادة كل يوم يكتب.
انا كنت فعلت كذا وانا طيب ندمت. هل صحيح انه من بينها انه يجبر على الكتاب انه كان يصوم مثلا او يصلي ويجبر على اكل الخنزير وعدم صيام رمضان؟ هذه كلها السلطات الصينيه تقول مبالغات يعني. لا، عندما حتى عند السلطات الصينيه رتبت لصحفيين من المسلمين من العرب وغيرهم، رتبت زياره لتركستان الشرقيه قبل اعتقد سنه واحده او اكثر. من ضمن هؤلاء الذين كتبوا في هذا الامر واحد اسمه خالد صالح، خالد سعودي، صحفي سعودي، واصلا مستدعى يعني من السلطات الصينيه لزياره هذه المناطق وهذه المعسكرات. هو اخذ التصريح من احد الناس في هذه المعسكرات، هو يقول مثلا ماذا، كيف تصلي، هل تصلون هنا في هذه المعسكرات؟ فاجاب الرجل لا، بالنسبه في داخل المعسكرات ليس لنا يعني ليس مسموح لنا هنا الصلاه، ولكن عندما نعود نحن في الى بيتنا يوم السبت في يوم الاجازه، عندما نعود الى بيوتنا نصلي في بيوتنا، اما هنا في المعسكرات لا نصلي. حتى هو مؤيد لهذا الموضوع، ولكنه يعني كتب هذا احقاقا لانه سمع هذا الكلام. عندما مثلا خالد صديق او جو خطاب، هناك صحفيين عملوا مقارنة ما بين 2016 وما بين 2018. 2016 كانت الجوامع ممتلئة بالمصلين، وكاشغير مثلا حتى ساحات المساجد ممتلئة بالمصلين في صلاة العيد وغيرها من الصلوات. أما 2018 هذه المساجد أصبحت ليست للصلاة وإنما كمتحف يزوره السائحون. هذا اثبتت يعني مثبوت في حتى يوتيوب وغيرها موجود. طيب، الشوارع فارغه، اذا كتب اي واحد على اليوتيوب او جوجل مقارنه ما بين 2015 16 وما بين 2018 19 يجد الفرق الشاسع. طيب خليك معنا سيد محمود لو سمحت. اعود اليك محمد سرحان، يعني تقارير كثيرة موثقة، منظمات حقوقية، انتقادات حتى الآن من واشنطن، مع طبعا الاتهامات لترامب بشكل خاص بالنفاق وحتى عواصم غربية، ولكن هناك الكثير من التقارير من منظمات حقوقية، من وسائل الإعلام غربية بشكل خاص، لأشياء مرعبة يعني تحصل للمسلمين وللإيغور بشكل خاص في الصين، ولكن السلطات الصينية تنفي ذلك نفيا شديدا، وتدعو حتى من ينتقدها مثل ما حدث مع اللاعب التركي الشهير مسعود أوزيل إلى زيارة هذه المناطق والتأكد بأن ذلك ليس صحيحا. هو طبعا هذه الزيارات التي تنظمها الصين من وقت لآخر لزيارة بعض المعسكرات المحددة وليس كل المعسكرات الموجودة لتزويب هوية وثقافة المسلمين، هي طبعا هذه الزيارات يكون معد لها مسبقا، ويكون هذه الأماكن مجهزة، والأفراد الذين سيتم اختيارهم لحضور هذه الزيارة من المعتقلين يعني لمقابلة الزوار محددين مسبقا، ومحدد ماذا سيقولون، وإذا سئلوا بماذا سيجيبون. هذا أمر مفروغ منه يعني، وبالتالي لأنه يتم تهديدهم بشكل صريح، لأنه أنا شخص كمعتقل ماذا يملك أن يتحدث من الحقيقة وهو بيد من يعتقله؟ يعني حتى إذا صرح بما يتعرض له حقيقة يعني من انتهاكات أو تعذيب أو هكذا، ماذا سيحدث له بعد انتهاء الزيارة؟ يعني هذا أمر مفروغ منه، وهذه الزيارات محددة مسبقا ومعد لها مسبقا. وكما ذكر الضيف الكريم الشيخ محمود، فطبعا بعض هؤلاء الذين زاروا المعسكرات وما طرحوه من أسئلة طبعا على بعض المعتقلين، يعني يظهر منها ماذا يتعرض له هؤلاء المعتقلين. يعني أبسط حقوق المسلم هي الصلاة اليومية، لكن هذا يقول له عندما أعود نهاية الأسبوع فأنا أؤدي الصلاة لأن القانون يمنعني من أداء الصلاة هنا في المعسكر، وبالتالي فأنا أحترم القانون. أي احترام لقانون يمنع أو يحرم المسلم؟ طبعا كانت هناك تقارير طبعا تقول أنهم يجبرون في رمضان على عدم الصيام رمضان، على الإفطار وعلى أكل
لحم الخنزير بشكل خاص، يعني هذه ما تقوله تقارير من وسائل إعلام غربية، ولكن السلطات الصينية دائما تؤكد هذا ليس صحيحا. يعني هو نحن نتحدث عن منطقة معزولة عن العالم تماما في السنوات الأخيرة، ولا تخرج الروايات إلا التي يعني تنظمها الصين أو تسمح لمن يزورها. بعض وسائل الإعلام الغربية تمكنت من زيارة هذه المناطق وإعداد تقارير عن يعني ارتفاع وتيرة بناء المعسكرات مثل هذا حدث، يعني قنوات غربية أعدت هذه التقارير وهي منشورة وموجودة على يوتيوب أيضا، تسارع في وتيرة بناء معسكرات احتجاز واعتقال للمسلمين الإيغور ومسلمي تركستان الشرقية. بالنسبة للصيام وغيره من الصلاة والمساجد وهكذا، يكفي أن نعرف أن هناك موظفين كل عملهم هو مراقبة هؤلاء المسلمين في تركستان الشرقية، وهو ما تسميه الصين نظام القرابة أو هكذا، أن بعض الموظفين غير المسلمين يقيمون إقامة كاملة في بيوت المسلمين لفترة محددة، يراقبون هل لديهم مصاحف، هل لديهم سجادات صلاة، هل يصومون، هل يؤدون الصلاة، هل يستخدمون مصطلحات يقولون إنها إسلامية، يعني مثل السلام عليكم وغيرها من هذا، أو حفظ القرآن أو هكذا. وبالتالي من تثبت عليه هذه الأمور هو معرض للاقتياد إلى معسكرات الاعتقال التي تسميها الصين معسكرات إعادة تأهيل، أي أن هؤلاء الناس يتم تأهيلهم مما كانوا يعتنقونه من أفكار وهكذا مرفوضة. لكن بعض التقارير حتى التي نقلها التلفزيون الصيني وبعض القنوات الصينية التي أعدت تقارير من داخل هذه المعسكرات، يعني بعض المعتقلين يجبرون على القول أنهم يعني يشكرون الحكومة والسلطات الصينية أنها أنقذتهم من الأفكار المتطرفة التي كانوا يعتنقونها. هؤلاء المعتقلين في هذه المعسكرات لا يتم غسل أدمغتهم بالقوة وحسب، وإنما هؤلاء يتم تدريبهم أيضا على بعض المهن، وتستخدمهم الصين كعمالة مجانية للصادرات التي تصدرها. وهناك طبعا تقارير في هذا الصدد، تقرير موثق لصحيفة نيويورك تايمز يتحدث عن استعباد هؤلاء خاصة المعتقلين للعمل في الكثير من الصناعات التي تصدر، واتهامات وجهت وانتقادات وطلبات حتى لشركات عالمية بضرورة وقف هذا واستغلال هؤلاء الصينيين المسلمين. صحيح، هو هذا ما ذكرته طبعا من فترة تقرير نيويورك تايمز، يعني هذا مثال، لكن لك تتخيل يعني الآلاف غيرهم الذين يتم استخدامهم، ولكن لم يعني تتح لوسائل الإعلام أن تكتب عنهم. حتى أصحاب الشهادات الذين تم الإفراج عنهم يعني ماذا يقولون في شهاداتهم؟ يتحدثون عن يعني استخدام وسائل في سواء في التعذيب أو حتى في منع الإنجاب ومنع النسل وهكذا. هذه أمور أصبحت حقيقة واقعة، يعني هؤلاء الذين تم الإفراج عنهم هذه شهاداتهم وهذا ما تحدثوا عنه، عائلات كاملة داخل المعسكرات حتى الأطفال يعني. طيب، ولكن في المقابل أستاذ محمود كيف يمكن تفسير صمت المسلمين؟ يعني صحيفة الأوبزيرف البريطانية تساءلت، طرحت هذا التساؤل، قالت لماذا هذا الصمت من المسلمين حول ما يحدث للمفروض مسلمين آخرين في الصين؟ يعني على ما حدث للروهينجا مثلا كانت هناك بعض الأصوات ارتفعت، ولكن يبدو هناك صمت مريب يطرح التساؤلات للمسلمين حول ما يحدث للإيغور في الصين. بالنسبة لهذا السؤال، وهذا السؤال يعني يضعنا أمام موقف حرج جدا، ألا وهي ضعف العالم الإسلامي في العموم. يعني أولا هناك ضعف عام في العالم الإسلامي، وثانيا هناك مشاكل كبيرة وكثيرة جدا في العالم الإسلامي، مشاكل الداخلية السياسية والاجتماعية يعني كبيرة جدا في العالم الإسلامي، هذا ثانيا. وثالثا طبعا ضعف الإرادة لدى صناع القرار السياسي، يعني لأن الدين أصبحت ليس له أي دور في توجيه السياسة الخارجية للدول الإسلامية، هم يعني ينظرون فقط إلى المصالح الآنية، أما الدين ليس له أي دور. ولذلك يعني الصين حتى
الصين كأنه يعني يجامل الدول الإسلامية والعربية مثلا أنها تحارب الإرهاب كما الدول الإسلامية تحارب الإرهاب. يعني هو يقارن بين نفسه، حتى قبل أيام أصدرت يعني كتب السفير الصيني بجدة مقالة في صحيفة العكاظ يقول فيه يعني مراكز التأهيل هذا كأنه مراكز للنصح في السعودية، هناك في مراكز للنصح في السعودية لأصحاب الأفكار المنحرفة، ونحن أيضا عندنا مراكز للتأهيل يشبه هذا بذاك. يعني هو يقارن نفسه بسياسات الدول، وأيضا الاستثمارات الصينية الكبيرة في العالم الإسلامي، هذه الأموال يعني جعلت قادة العالم الإسلامي تسكت عن هذه المظالم. هم أحيانا تحدثوا عن رهينجا لأن ميانمار دولة فقيرة يعني ليس لها حول ولا قوة، أما عندما تعلق الأمر بالصين هناك استثمارات كبيرة للصين في الدول في العالم الإسلامي، وسكت هذه الدول بسبب هذه الاستثمارات. ولذلك نحن كتركستانيين يعني هناك الأرقام الفلكية بالنسبة للصادرات الصينية في العالم الإسلامي. إذا كان العالم الإسلامي عندها إرادة قوية إلى حد ما، هذه الأرقام من الصادرات يعني عندما يكون هناك كلام أو يعني أي موضوع للصين في هذا الخصوص، يعني صادراتنا بضائعكم في بلادنا والمسلمون هناك يتعرضون لما لم يتعرض له البشرية من قبل، يعني في مقابل هذه الصادرات وهذه التجارة بيننا وبينكم عليكم أن توقفوا هذه الجرائم. الصين توقف هذه الجرائم. يعني أنت في اعتقادك عكس ما يتم الترويج له أنه هذه الدول الإسلامية وقادتها يخشون من وزن الصين الاقتصادي، وبالعكس كان يمكن للمسلمين أن يضغطوا على الصين اقتصاديا، هي التي في حاجة أيضا لتصدير صادراتها. الصين هي التي بحاجة للبترول السعودي وللبترول دول الخليج في صناعتها، والصين أيضا بحاجة إلى الأسواق الإسلامية. السوق الإسلامي سوق كبير جدا وسوق استهلاكي، يعني ليس هناك إنتاج في العالم الإسلامي في الغالب، وإنما سوق استهلاكي يستهلك المسلمون ما ينتجه الصين، يعني في 80% من البضائع في الدول الإسلامية بضائع صينية. عندما تستغل هذه الدول هذه المميزات التي تمتلكها وتستعمل هذه المميزات لصالح المسلمين في تركستان الشرقية، أكيد يكون هناك يعني للدول الإسلامية دور إيجابي، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى إرادة وليس إلى عمالة. يعني طيب ما هو شعوركم، شعورك ك يعني أحد ضحايا هذا ما يحدث لأهاليك في من الإيغوريين أمام صمت المسلمين الواضح، يعني يبدو أنه واضح، بالعكس هناك ما يشبه أحيانا حتى تبرير ما حدث في الأمم المتحدة، كثير من الدول الإسلامية صوتت لصالح الصين. نعم طبعا عندما هذا يؤلمنا هذه المواقف يعني المنحازة للصين في المحافل الدولية مؤلم جدا بالنسبة للمسلمين وبالنسبة لنا. نحن كم مرة قلنا يعني هذا عيب للعالم الإسلامي وعار في على جبين العالم الإسلامي أن يقف مع الظالم ضد إخوانه المسلمين المستضعفين في تركستان الشرقية. ولذلك يعني مثل هذا هم يبرر مثلا لا كل هذا بسبب هناك مشكلة بين أمريكا والصين، ولذلك هذه المشاكل أثيرت في وسائل الإعلام الغربية. أما هم يقول يبررون بهذا، يعني هل نحن كروحة يعني بين مطرقة والسندان كما يقولون؟ يعني لذا أنا أقول دائما وأطالب من الجميع أن ينظر إلى هذا الموضوع بإنصاف وعدل، وألا يكون موقف أمريكي من هذه القضية سببا لتبرير هذا الظلم. طيب وهذا ما أطرحه عليك طبعا سيد محمود، عليك محمد سرحان، ما رأيك؟ طبعا
هناك انتقادات أمريكية، انتقادات بريطانية، غربية عموما، سواء الموقف الرسمي أو المنظمات أو الصحف لما تقوم به الصين. يعني طبعا هناك انتقادات حتى أمريكية في الواشنطن بوست بأنه ترامب عمليا ينافق فقط في انتقاده لبكين، وهو أصلا لا يحب المسلمين. ولكن مهما كان هناك انتقادات يعني موثقة وبصوت مرتفع، كيف يمكن تفسير صمت المسلمين؟ هو طبعا دعنا يعني نقول أن هناك إشكالية حقيقية في تعامل العالم الإسلامي مع قضايا المسلمين في الدول غير المسلمة، وإن كانت طبعا تركستان الشرقية هي دولة مسلمة يعني، لكن باعتبارها خاضعة للسيطرة الصينية فدعنا نعتبر أنها تحت سيطرة دولة غير مسلمة. هناك إشكالية كبيرة، وهي أن التعامل الإسلامي للأسف مع من نصفهم بين قوسين بالأقليات المسلمة الذين يعيشون في دول غير مسلمة، يعني اللي هو للأسف تعاطي مؤقت ومناسباتي وليس تعاطي بناء على سياسة مستمرة ومعروفة. بمعنى هو للأسف الاهتمام الإسلامي بقضايا الأقليات المسلمة هو يعني اهتمام مناسباتي فقط في المناسبات، وقت ما تشتد يعني وتيرة التنكيل والمذابح والتضييق على المسلمين تخرج بعض الأصوات تقول يعني ندعو إلى تهدئة الأمر أو ندعو إلى التعايش أو هكذا، وبالتالي يمر يوم أو يومين وكأن شيئا لم يحدث وتعود الأمور إلى مجاريها، بينما تستمر معدلات التنكيل والتضييق على المسلمين ولم تتوقف. هذا ما حدث حتى في قضية الروهينجيا التي ذكرتها حضرتك قبل قليل، يعني التنكيل بالمسلمين الروهينجيا مستمر، ولكن الآن لم نسمع أي صوت للمسلمين أو العالم الإسلامي أو المنظمات الإسلامية الكبيرة. طيب ولكن ماذا عن المفروض الدول السعودية بثقلها؟ المفروض هي قائدة العالم الإسلامي وأيضا فيها مقدسات المسلمين. طبعا كان هناك البساط الأحمر فرش لبن سلمان في الصين، أيضا جدل حتى في وسائل الإعلام السعودية والممولة السعودية وغيرها من الدول الإسلامية حول حتى التعامل مع ما يحدث للإيغوريين. يعني هو طبعا مصالح الدول الإسلامية والدول العربية مقدرة ومعتبرة يعني، وحتى أبناء الإيغور وأبناء تركستان الشرقية لا ينكرون على هذه الدول السعي من أجل مصالح بلادهم، ولكن لا يكون هذا السعي على حساب أشلاء أبناء تركستان الشرقية المسلمين. هو للأسف هو الصين إن كانت تعرف من أين تؤكل الكتف وأنها تربط وتقيد هذه الدول من خلال الاقتصاد، لكن هذه الدول للأسف يعني لم تفكر في استخدام هذه الوسيلة في الضغط على الصين من أجل يعني تخفيف من معاناة هؤلاء المسلمين في تركستان الشرقية. هو قد تكون تشابه في المصالح، هو تشابه حتى في الادعاءات والمزاعم، إن كان هناك بعض الأطراف في الدول العربية على سبيل المثال تقول نحن الآن نحارب الإرهاب وهكذا، فهذه سياسة أصبحت متبعة حتى من هذه الدول غير المسلمة، وموجة أصبحت لائقة بالركوب من تجاه أو تجاه هذه الدول في محاربة الإرهاب، وبالتالي فمصالحنا واحدة، فنحن لسنا ضد المسلمين وإنما نحن نحارب الإرهاب وهذه الأفكار المتطرفة. وهذا ما دفع حتى بعض الأنظمة العربية والإسلامية أنها تتحدث أن الصين لديها الحق الكامل في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمنها. هذه الدول للأسف إن كانت حتى لا تعرف فهي لم تسعى حق السعي لمعرفة حقائق الأمور وما يجري على أرض الواقع للمسلمين في تركستان الشرقية. يعني المشكلة لأن هذه الأنظمة بشكل خاص تتعامل إيديولوجيا وترفع في الزاعة محاربة الإرهاب والإسلاميين، ولا تكتفي حتى بمضايقتهم في بلدانها، بل ثورات المضادة في المنطقة، الإخوان المسلمين في الزاعة والإسلاميين في ليبيا وغيرها وتونس وغيرها من محاولات الثورة المضادة والانقلاب كما حدث في مصر. هو طبعا للأسف يعني هذه المزاعم أو هذه الادعاءات أو هذه الحروب للاستهلاك الإعلامي يعني بين قوسين ضد كل ما هو إسلامي يعني وهكذا، فإذا كانت الدول العربية وبعض المسلمين يفعلون هذا فماذا تنتظر من الأنظمة
الشيوعية، والتي حتى لا يعني لا نقول يعني غير مسلمة، وإنما حتى لا تضع للدين جانبا في أنظمتها وفي سياستها، وهذا ما يحدث في الصين. وحتى إن كان هناك في ميانمار مثلا على سبيل المثال في قضية المسلمين الروهينجيا يعني، وبالتالي فهذه الدول أو هذه الأنظمة في الدول غير المسلمة تنظر إلى الدول الإسلامية والعربية كيف تتعامل في سياستها. طيب. وترفع نفس الفزاعة يعني. يبقى معنا لو سمحت نفس الفزاعة طبعا. يبقى معنا لو سمحت محمد سرحان فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود لمتابعة النقاش. أنا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، إذا نتوقف عند هذا السؤال: ما دلالات الصمت الإسلامي عن مأساة الإيغور في الصين والصمت العربي كذلك، كما تساءلت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية. محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن، كيف يمكن تفسير هذا الصمت؟ التحية الطيبة وبعد. نعم سيد جميل نسمعك. حقيقة القصص القادمة من تركستان الشرقية أو من ميانمار قصص تدمي القلب، ويعني هي وصمة عار على جبين كل إنسان ليس فقط العربي والمسلم، لا يستطيع أن يقدم شيئا ولا يقدم لدعم هذه القضية العادلة. طبعا هناك بطش وإجرام لا نقول غير مسبوق بالتاريخ، إنما هو معتاد يعني عليه الأنظمة مثل الصين، نظام مجرم وديكتاتوري. الشعوب العربية والإسلامية طبعا لا نقول أنها مغلوط على أمرها، إنما تستطيع أن تقوم بكثير من الأشياء لو قدر لهذه الشعوب أن تتحرك باتجاه المقاطعة الاقتصادية، نشر الوعي لدى كافة الشعوب العربية والإسلامية والمجتمع الإنساني بخطورة أوضاع المسلمين في هذه المناطق، على الأقل لإشعار هذا النظام الديكتاتوري بأن هذه الشعوب حقيقة تقوم بخطوات عملية يمكن أن يتبعها خطوات أكبر من قبل الأنظمة الحاكمة تحت الضغط الشعبي والجماهيري. للأسف الأنظمة الرسمية بمجملها في العالم العربي والإسلامي، وهذا يعني من ما يتندر له في يتندر له الكتاب الغربيين الذين يدافعون حقيقة في الصحف الغربية. طبعا هناك أجندات، لكن هذا الدفاع الغربي اللي في الصحف الغربية مقدر. يعني معظم القصص المؤلمة أنا لم أقرأها في صحف عربية أو إسلامية أو
غيره، إنما قرأتها في صحف أمريكية وبريطانية وأوروبية، هناك متابعة حثيثة بغض النظر. وحتى في الصحف الإسرائيلية تتساءل وكأنها تتشفى أو صحف إسرائيلية حقيقة تهاجم العرب وتقول لماذا يصمتون على ما يعتبرونه إبادة. يديعوت أحرنوت نقلت قصص ترجمتها، نقلتها أحد الصحف الغربية، وانتقدوا فيه الموقف العربي الرسمي الإسلامي الرسمي. أين أنتم؟ يعني لماذا أنتم صامتون؟ لماذا لا تفعلون شيئا؟ لا نستغرب إذا قلنا أن الأجندات تتقاطع مع هذا النظام المجرم. ذهب أحد الزعماء وقال لهم نحن معكم، ووقع اتفاقيات بالمليارات وسلم كثير من الإيغوريين الذين كانوا في يعني يزورون بيت الله الحرام والأراضي المقدسة، طلاب أيضا إيغوريون ومن الروهينجا في مصر، تم التعامل معهم بشكل قاسي ومؤلم، أيضا جرى تسليمهم. الدول المجاورة، الدول الإسلامية المجاورة، يعني من له، قرأت أنا قصص من له أهل في هذه الدول، في طاجكستان، في هذه المناطق، من له أهل، من له يستطيع أن يهرب إلى هناك، يعني قلة قليلة من استطاع الهرب والنجاة، وسكتت عليه بعض هذه الأنظمة. ولكن هل ما صحة أيضا التقارير التي تتحدث بأنه حتى الأتراك الذين كان يسمح للإيغوريين باللجوء إلى هناك أصبحوا يرحلون الإيغور إلى طاجكستان، ومن هناك باستطاعة السلطات الصينية؟ أنا حقيقة هذا الموضوع يعني نسعى وراءه، في معلومات صادمة، لكن نقلت هذه من عبر صحف معادية يمكن لتركيا. الحديث يدور عن أشخاص تابعون للقاعدة أو الدولة الإسلامية أو غيره، حتى لو كانوا كذلك لا يجوز تسليمهم لهذا النظام المجرم، ويجب إذا ارتكبوا أي مخالفة يجب محاكمتهم داخل تركيا. الدول تتعامل كما يعني يتحدث كافة الكتاب والخبراء والمحللين، ويعرف ذلك ابن الشارع البسيط، أنها تتعامل وفق مصالحها، الأنظمة تتعامل وفق مصالحها. الدكتاتور الذي يحكمنا في الشرق الأوسط، في كل دولة يتعامل وفق مصالحه. طبعا لا يوجد هناك أجندات للدفاع عن الحقوق العامة والشاملة للإنسان. يعني أنت لا تستغرب عندما ترى أنظمة ودكتاتوريون يقمعون شعوبهم، فهم غير معنيين في الشعوب الأخرى. هم يسعون بكل وسيلة لإسكات الناس الذين يعيشون في هذه الدول، ولا يحتاجون لمزيد من الأعباء للدفاع عن قضايا أخرى خارج عن نطاق سيطرتهم. لذلك المشهد يبقى مأساوي، لكن الآمال الموجودة، الضغوط الغربية الأوروبية، العقوبات، المقاطعة، كل هذه يجب أن تتبلور بشكل أشد، حتى لدى ابن الشارع العادي يعني يستطيع أن يشتري علي بابا، ممكن مقاطعتها، شركات كثيرة ممكن مقاطعتها وعدم الشراء، لأن
كل فلس يصرف بهذه الشركات يذهب إلى كضرائب إلى الحكومة الصينية التي طبعا تقوم كانت هناك حتى انتقادات بصنع طاقة الوقت. نعم كانت هناك حتى يعني تقارير موثقة عن استعمال المساجين معتقلين الإيغوريين في عملية استعباد كما وصفتها نيويورك تايمز لشركات دولية كبيرة، وتم انتقادها وبعضها اتخذت قرارات وقالت أنها لم تكن تعلم ذلك. صحيح، الغرب الكل يعلم ماذا يحدث في المخيمات النازية الجديدة الصينية، يستخدم هؤلاء لكل الأعمال القاسية، يخضعون للسخرة، يخضعون للتعذيب، يخضعون للعزل و التفسير الاجتماعي. لا يوجد يعني أكثر من مليون إنسان لم تعد تسمى عائلات. هذا شيء مؤلم وشيء خطير، ليس فقط الاستخدام. أنا يعني لا أقاطع الصين لأنها لا تستخدم الإيغوريين في العمل، أنا أقاطع الصين لأنها تضطهد حقوقهم الأساسية. وقضية السخرة هي قضية في السياق القمعي الذي يقوم فيه النظام المجرم الصيني في تعامله مع هذه الأقلية بذرائع مختلفة. فيعني الأجدر بالشعوب العربية أن تنهض وتسلك مسلكا إنسانيا حقيقيا. كل واحد منا يستطيع أن يقاطع، يستطيع أن يدعم هذه القضية بالوسائل الممكنة، حتى إذا وجد سياح صينيين في أي منطقة يجب الحديث معهم عن هذه القضية بالحسنى، هناك كذا، لنري هؤلاء أن هناك ضغوط، أننا لسنا غافلين عما طيب. يجري في هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك محمد جميل، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. أعود إليك سيد محمود محمد، يعني كنت تقول بأنه هناك تعتيم البلد والمنطقة عمليا معزولة، ولكن اللافت أنه في التقارير الغربية هناك أيضا عمليات مراقبة مرئية بسياسة الفيشل ريكوجنيشن، يعني عملية متابعة الناس ومراقبتهم. وصحيفة الاندبندنت في مقال النائبة البرلمانية البريطانية ياسمين قريشي عضوة المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب حول الإيغور في بريطانيا، تنقل عن أدريان زينز الذي يوثق ما يحدث في للإيغوريين، والذي يصفها بأنها جريمة ضد الإنسانية. تحدث عن هذه المراقبة وعن عمليات العنف الجنسي وأيضا الترصد وتتبع كل ما يقوم به الإيغوريون. أخي الكريم، يعني الصين استخدمت وسائل التكنولوجيا الحديثة استخدام سيء جدا في هذا العصر. كان هناك طبعا قبل سنوات طويلة أيضا في حروب بين الدول، مثلا ونحن في الستينات والسبعينات القرن الماضي كان هناك ما يسمى الثورة الثقافية، أيضا كان في ذلك الوقت المساجد مغلقة ومحولة إلى يعني مكان لتربية الخنازير أو الحظائر وغيرها، ولكن الناس كانوا على الأقل عندما يعودون إلى بيوتهم من العمل اليومي كانوا يستريحون في بيوتهم وينامون في بيوتهم. ممكن يعني من يتعلم من يحفظ القرآن الكريم في ذلك الوقت، لأن الدولة لم تكن متطورة ولم تكن هناك وسائل التكنولوجيا الحديثة. أما في هذا الزمان الصين يعني عندها كل شيء، سواء DNN
عينة من الدم، كل التركستانيين أخذت عينات دمائهم، وبعد ذلك ما يسمى قضاة العين، يعني الكل، مسح العيون، مسح الوجه، الكل موجود. عندما حتى في الشوارع عندما يمشي أي واحد يظهر في الكاميرا كل بياناته خلاص موجودة على الكمبيوتر. ولذلك أصبحت هناك في كل عمارة في كاميرا، وأمام كل شقة في كاميرا، أمام كل شقة في كاميرا. لا يستطيع أي واحد مثلا غير أفراد الأسرة الدخول إلى الغرفة، إلى البيت، إلا بإذن. مثلا عندما يأتي عندي أي ضيف أو زائر، علي أن أستأذن من قسم الشرطة أو الشرطة المسؤول عن العمارة قبل أن يأتي، يعني بساعات. مثلا عندي اليوم ضيف كذا، أو بكرة ضيف كذا في ساعة كذا. كل هذا لازم يبلغ قبل كل شيء. وفي الشوارع طبعا كما هو يعني أصبحت معروفة في وسائل الإعلام العالمية، كل أماكن يعني مراقبة بالكاميرات. ولذلك هذا الظلم طبعا يعني أصبحت شديدة جدا، حتى في البيوت ليس هناك راحة، لأنهم وضعوا، طلبوا من كل التركستانيين أن يضعوا على هاتفهم النقال جهاز تتبع، وجهاز هذا الجهاز يعطي إشارة للأمن، يعني كل حركاته وكل كلامه يصل إلى الأمن. ولذلك سواء من كان في السجن أو من كان في خارج السجن هو في حقيقة الأمر مسجون. طيب، على ذكر من هم في السجن، يعني هل لديكم معلومات موثقة عن ما تم الحديث من تقارير موثقة أيضا عن ترحيل دول عربية وتسليم عمليا إيغوريين، مثل ما حدث في الصين، في مصر، وحتى السعودية، تسليم إيغوريين ودول عربية للصين؟ طبعا أنا كنت في مصر، أنا تعرضت لهذا الأمر بفضل الله، لم أكن موجودا عندما دخلوا إلى بيتي في ذلك اليوم، وإلا كنت سلمت إلى الصين 2017 يعني آخر شهر 6. مصر سلمت مجموعة من الطلاب، مجموعة على الأقل 25 طالب، والسعودية يعني بحجج مختلفة سلمت بعض الناس، وليس هناك عدد محدد، لا نعلم عدد محدد. وباكستان طبعا، باكستان كان في طلاب في يدرسون في باكستان، أيضا سلمت مجموعة من التركستانيين. ودول آسيا الوسطى كطاجكستان، أوزبكستان، قرغستان، كأن هذه الدول يعني إحدى المقاطعة الصينية، الصين تتحرك في هذه الدول يعني، وباكستان أيضا بحرية تامة ومطلقة، وتطلب أي واحد يعني يريد أن يأخذه من هذه الدول. ولذلك نحن كتركستانيين في تركيا لا نستطيع أن نذهب إلى دول آسيا الوسطى أو إلى باكستان. طيب، كيف وضعكم في تركيا؟ في تركيا في العموم وضعنا بخير الحمد لله، ولكن هناك تضخيم إعلامي يعني في هذه الأيام بالذات عن نوايا تركيا في المستقبل لترحيل مجموعة كبيرة من التركستانيين إلى الصين. طبعا اليوم مساعد وزير الخارجية بالأمس يعني أصدرت بيانا نفى في هذا البيان أن يكون تركيا يعني عندها نية لترحيل مجموعة من الأويغور، وكل هذا كذب وافتراء، ولا تصدقوا مثل هذه الأخبار، هكذا يعني. طيب، هذا ما أطرحه عليك محمد سرحان، وأنت كذلك في اسطنبول، لافت الذي يتابع وسائل الإعلام الدول العربية التي تتهم بأنها دول ثورات مضادة التي تنتقد تركيا وبشكل خاص تستهدف أردوغان، فعلا يتم تناول هذا الموضوع بينما غابت في عناوين هذه الوسائل الإعلام ما تعرض له إيغوريون من ترحيل من مصر أو من السعودية. يعني الدول المسلمة الأخرى لم تكتفي فقط بالصمت، بل تعاونت مع السلطات الصينية لتسليم الإيغوريين. في المقارنة يعني بالنسبة للتعامل في تركيا أو حتى في بعض الدول الأخرى، يعني نجد أن منذ سنوات وتركيا تستقبل العديد من الجاليات من مختلف الدول سواء عربية أو غير عربية. يعني هنا في تركيا حاليا
تستطيع أن تقابل من كل الجنسيات العربية وغير العربية يعيشون في تركيا ويعيشون بكل حرية وهكذا حسب ما وجدت، يعني طبعا وفق القانون وأن يكون مقيما بسلوك قانوني يعني. لكن طبعا حتى يعني كما ذكر الشيخ محمود أن هناك نفي تركي لمسألة الترحيل أو هكذا، في المقابل عندما ننظر إلى بعض الدول الأخرى نجد يا سيدي أن وسائل الإعلام هي مجرد أبواق للسياسة العامة في هذه الدول، وبالتالي إذا كانت السياسة العامة اليوم تتجه أن انتقد تركيا ووجه السباب والانتقاد هكذا إلى تركيا، فكل وسائل الإعلام تجدها على نفس اللحن وهو انتقاد تركيا سواء مبررة أو غير مبررة. حتى ما وجدنا في يعني طبعا موضوع آيا صوفيا مؤخرا أو هكذا يعني. طبعا وفي آيا صوفيا ذكر شيخ محمود كان يقول بأنه تم تحويل مساجد إلى زريبة للخنازير، بينما لم تكن هناك هذه الضجة الكبيرة حول هذا، بينما ضجة كبيرة حول آيا صوفيا. ما رأيك؟ هو طبعا حتى هناك يعني إن كان هناك عدد من المساجد تم تحويلها إلى حظائر للحيوانات، هناك آلاف المساجد تم هدمها وصورها موجودة ومنشورة يعني، ولكن لا نجد أي صدى في دولنا العربية للأسف تجاه هذه السياسات الصينية. يعني حتى بعيدا عن الصين، يعني في الهند حاليا هناك مخطط لتحويل عدد من المساجد التاريخية إلى معابد للهندوس. في يوم 5 أغسطس المقبل سيقام احتفال كبير بحضور رئيس الوزراء لبناء وضع حجر الأساس لمعبد هندوسي على أنقاض مسجد بابري التاريخي في الهند، ولكن لا نجد لهذا صدى في أيضا وسائل الإعلام العربية للأسف أو حتى كثير من الدول الإسلامية. وبالتالي فهنا الكيل بمكيالين، هو مجرد هذه سياسة الانتقاد وكيل الاتهامات نكاية في نظام أنا لست على توافق معه، وبالتالي فأسلط الأبواق الإعلامية ووسائل الإعلام لشن هجوم إعلامي على هذه الدولة. هذا ما يحدث مع تركيا من قبل العديد من الأنظمة العربية للأسف يعني. طيب ابقى معنا محمد سرحان لو تكرمت، انضم إلينا في النقاش دكتور حافظ الكرمي رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا. دكتور حافظ الكرمي، ما رأيك؟ ربما الذي يتابع بشكل خاص الصحافة الإسرائيلية تقارير ومقالات تنتقد وتتساءل عن صمت العرب والمسلمين حول ما يحدث للمسلمين الإيغور، من تصفها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها ترقى إلى مذابح. ما رأيك فيها فيما بدا تناقض طبعا في مقابل الانتقادات الموجهة للسياسة الإسرائيلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم وللمشاهدين. وهذا الصمت الذي وصفته الصحافة الإسرائيلية صمت حقيقي، وأعتقد أن الصحافة الإسرائيلية لا تذكر هذه التقارير أو هذا الصمت من أجل أو حبا بالمسلمين في الصين. فالسياسات الصهيونية بنفس الإجرام وبنفس ما ترتكبه القوات الصينية أو السلطة الصينية تقوم به السلطات الصهيونية في فلسطين، لكن هو نوع من الاحتقار للعرب وللأنظمة العربية بشكل أساسي، والتشنيع عليهم والقول أنكم تجابهون أو يجابه إخوانكم القتل والوضع في معازل وفي يعني مخيمات للعنصرية في الصين ومحاولة القتل وكذلك تغيير العقائد والدين وغير ذلك من الأمور التي تحصل في الصين، ولا يحصل أي نوع من أنواع الحديث في العالم العربي بشكل عام والإسلامي إلا أصوات قليلة شاذة هنا وهناك. هذا الأمر للأسف غير مستغرب على أنظمة لم تأتي بنبض نبض الناس واختيارهم،
إنما جاءت بالتسلط وجاءت بالقهر وجاءت بالطغيان، وبالتالي الشعوب العربية والإسلامية مضطهدة مثلها مثل المسلمين في الصين. فهل ننتظر من المضطهد في العالم العربي والإسلامي أن يعترض على السلطات المضطهدة في الصين؟ فهم نفس القماش، نفس الماركة كما يقال، فلا ينتظر من أنظمة تقوم بالقمع لشعوبها أن تقوم كذلك بالاعتراض على مذابح للمسلمين، لإخواننا المسلمين، سواء كان في الصين أو في مينمار أو في غيرها من أي بقعة من قطاع الأرض. هذا الشيء طبيعي وغير مستغرب من هذه الأنظمة. طيب، ماذا عن المنظمات الإسلامية ودورها وصوتها الذي لا يبدو كذلك مرتفعا؟ يعني هناك الانتقادات الموجهة للأنظمة العربية، للأنظمة الغربية، التي مهما تتهم بأنها منافقة وأنها تصفي فقط الحسابات مع الصين، ولكنها تنتقد وضع حقوق الإنسان وما يحصل للمسلمين هناك. نعم، هذا صحيح. المنظمات الإسلامية، نوعان أخي الكريم، المنظمات الإسلامية الرسمية وهي ممثلة بشكل أو بآخر للأنظمة، زي منظمة المؤتمر الإسلامي أو أصبحت تسمى الاتحاد الإسلامي أو شيء من هذا القبيل. هذه هي تمثل الأنظمة الرسمية، ولا تستطيع هذه المنظمة أن تقوم أو أن تقول أو أن تفعل إلا بما تمليه الأنظمة الرسمية عليها. الأمين العام لهذه المنظمة هو سعودي الآن، للأسف الشديد مهتم في موضوع التطبيع مع الصهاينة أكثر من اهتمامه بأي قضية من قضايا المسلمين في العالم، لا قضية المسلمين في الصين ولا قضية المسلمين في غير الصين. هو الشيء الوحيد الذي يفعله أنه صوت لمحمد بن سلمان في سياساته في التطبيع وتطويع الأمة للكيان الصهيوني وللمحتلين في كل مكان، وبالتالي لا نجد له صوتا. والمنظمة وهي المنظمة الأكبر كما قلت لا نجد لها صوتا. هناك صوت خافت من منظمات إسلامية شعبية لا تملك الكثير من زمام أمرها، يعني منظمات لا يسمع صوتها، حركات إسلامية، منظمات إسلامية، بعض منظمات الحقوقية العالمية، لكن لا يسمع صوتها في ظل هذا العالم الذي يتعامل بمكيالين. إذا كان الضحية من غير المسلمين أو من، ولكن في المقابل كذلك هناك، ماذا عن علماء المسلمين مثلا؟ والصوت لا يبدو مرتفعا كذلك، وحتى في وسائل الإعلام يبرز فيها صوت تجمع علماء المسلمين مثلا، ولكن لا يبرز صوت الإيغور وما يعانون الإيغور كذلك. ليس فقط العالم الإسلامي والسعودية، هناك من يقول إحقاقا للحق، يعني هذا ينسحب على الجميع. لا، هو حتى نكون منصفين، يعني الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أصدر أكثر من بيان وإدانة لما وتنبيه للأمة ودعوة الحكام ودعوة المؤسسات الدولية يعني الانتباه لما يحصل للمسلمين في الصين، لكنه يعني كغيره من المؤسسات يعني لا يملك الكثير من أدوات التغيير والفعل. هو لا يملك إلا الكلمة، لا يملك إلا أن يصدر بيانا أو استنكارا، ولا يملك أدوات تأثير كالأنظمة بدبلوماسيها وسفاراتها وضغطها الاقتصادي وغير ذلك. لكن بالفعل عندنا مجموعة أخرى من العلماء نسميهم علماء السلاطين، هؤلاء صوت لسيدهم، صوت لأسيادهم، فإذا ما كان السادة في صمت عميق فهؤلاء كذلك يغرقون في الصمت. شكرا جزيلا لك دكتور حافظ الكرمي، رئيس المنتدى الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. أعود إليك محمود محمد في إسطنبول. يعني
في النهاية ربما السؤال فقط سؤال الحلقة عن صمت المسلمين الغريب والمريب، ولكن هناك فعلا في المقابل انتقادات دولية، منظمات حقوقية، وحديث عن أنه ما يحدث في الصين للإيغور عار على الإنسانية. صحيفة الواشنطن بوست تصفه بأنها جريمة في حق الإنسانية. يعني أليس هذا هو الذي ربما على الإيغوريين أو التعويل عليه، أم أنه يمكن للمسلمين أن يلعبوا دورهم كجزء من هذه الإنسانية؟ طبعا ما يحدث في تركستان الشرقية من المظالم على الإنسانية جميعا أن يقف ضد هذا الظلم، وهذا طبيعة الإنسان أنها لا يرضى بالظلم على الإنسانية جميعا. وألا يكون مثلا هذه المواقف الغربية الأمريكية موسمية كما يقال، يعني عندما يحدث هناك أزمة مع الصين تثار هذه القضية، قضية تركستان، قضية مسلمي الأويغور في وسائل الإعلام، وعندما تحل هذه المشاكل بالاتفاق أو يعني بأي طريق من ثم تنخفض وتنتهي. لا، هذا ما لا نريده. نريد أن يكون هذه المواقف مواقف مبدئية، كأن التركستانيين جزء من الإنسانية، وأن لهم الحرية في الحياة في هذا الأرض، وأن لهم الحرية في الحفاظ على لغتهم ودينهم وعرفهم وتقاليدهم. عندما ما يمارسه الصين الآن يؤدي في النهاية إلى قضاء هذا الشعب بأكمله من الناحية الثقافية والدينية والعرقية. هذا ما لا يرضى به أي إنسان عنده ضمير إنساني. أما بالنسبة للعالم الإسلامي، طبعا العالم الإسلامي بما أننا يجمعنا وحدة الدين ووحدة المصير، ووحدة المصير أيضا لأننا جزء من أمة الإسلام. وهناك عندما ننظر في التاريخ الإسلامي كثير من العلماء الذين ساهموا في الحضارة الإسلامية هم من تلك المناطق، منطقة تركستان الشرقية والغربية، ومنهم يعني أصحاب السنن أغلبهم، وعلماء كثيرين من تلك المنطقة. ولذلك على الأمة أن يشعر دائما أن لهم إخوة، وأن لهم جزء لا يتجزأ في تركستان الشرقية من أمة الإسلام. ولذلك طبعا رفع الوعي مهم جدا بالنسبة للمسلمين جميعا، ونشر القضية بين المسلمين. وما فعلتم أنتم مثلا في هذا اليوم يدخل في إطار رفع الوعي لدى الأمة الإسلامية. وإن شاء الله نحن يقيننا بالله عز وجل كبير، ويقيننا بأن للكون إلها يدبر الأمر كله كما ورد في القرآن الكريم، ولكن علينا أن نبذل الأسباب التي بأيدينا، ولا نتكل ولا نبالي بأي شيء. طيب. ونتعود على كل الظلم والمظالم. هذا هو المشكلة الكبيرة في الأمة الإسلامية، عندما يحدث هناك أي ضجة في بداية الأمر خلاص يعني ننفعل، ومن ثم بعد مرور أيام يعني ننسى هذه القضية ونرمي إلى ورائنا. أما في الحديث أقل الأعمال أفضل الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. شكرا. يعني شكرا. لا تكونوا إمعة أيضا، لا تكونوا إمعة، يعني مسلمون هذه الأيام كأنهم إمعة يعني مع الناس جميعا هكذا، هذا لا يليق بمسلم يعرف دينه ويعرف أن الله عز وجل سيحاسبه على كل صغير وكبير. شكرا جزيلا لك محمود محمد، وكيل اتحاد علماء تركستان الشرقية، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. محمد سرحان، يعني طبعا هناك البعد الإنساني الكبير، يعني وهناك فعلا اهتمام الكثير من البشر في هذا العالم، والانتقادات الموجهة لتعامل الصينيين مع الإيغور ومع الأقليات عموما. أي دور يمكن أن يلعبه المواطن قبل أن يكون مسلما أمام ما يحدث من مظالم موثقة للإيغور؟ يعني طبعا السلطات الصينية مرة أخرى تنفيها كذلك. هو طبعا يعني إذا أردنا أن يكون للمواطن دور، لابد أن نوضح أن لدينا إشكالية مهمة جدا تنقسم قسمين، وهي أنه لدينا جهل كبير بما يحدث للمسلمين حول العالم في الدول غير الإسلامية أو ما نسميهم الأقليات المسلمة. لدينا كأنظمة وكمؤسسات إسلامية وكمتابعين حتى
يعني غياب كبير ونقص كبير في المعلومات. هذه جزئية. الجزئية الثانية أن كثير من أبناء الأقليات المسلمة، خاصة تلك التي لديها معاناة مثل أبناء الروهينجيا أو أبناء تركستان الشرقية أو هكذا، يقع عليها عبء كبير، وهو أن تقوم بتعريف الشعوب بلغاتهم المختلفة بمعاناتهم وتطورات هذه القضية. أنا كمواطن من أين أستقي المعلومات عن هذه المعاناة؟ وسائل الإعلام الآن لديها كثير من عدم الحيادية وعدم الطرح السليم، وإنها قد تكون مؤيدة حتى في بعض الأوقات لهذه المعاناة أو هذه التضييق والإجراءات الصينية مثلا. وبالتالي فعلى أبناء الأقليات المسلمة أن يكون هناك أولا دور في تعريف الشعوب بما يتعرضون له بلغاتهم المختلفة، وأن يكون هناك تواصل ما بين أبناء الأقليات نفسها، هؤلاء خاصة أصحاب المعاناة مثل يعني تركستان الشرقية أو الروهينجيا أو غيرهم، أو حتى في الهند، خاصة وأن هذه الدول الثلاثة هي دول جوار في الأساس يعني. وبالتالي تواصل في طرح قضاياهم ومعاناتهم باللغات المختلفة، هنا تستطيع أن تعول على الشعوب. هذه الشعوب مهما بلغ التضييق عليها والتنكيل بها، شعوبنا العربية هي شعوب حية حتى الآن وتتبنى كثير من القضايا، وبالتالي لكنها ينقصها المعلومات. قبل فترة كانت هناك حملة على السوشيال ميديا تجاه قضية المسلمين في تركستان الشرقية، وكان هناك تفاعل كبير من قبل الشعوب العربية مع هذه القضية، برغم المعاناة التي يعني تعيشها هذه الشعوب العربية، ولكنها بما أنها شعوب حية تحتاج فقط إلى من يزودها بالمعلومات الحقيقية وما يتعرض له إخوانهم المسلمين حول العالم. شكرا جزيلا لك محمد سرحان، الصحفي المختص في الأقليات المسلمة، كنت معنا عبر خدمة سكايب من إسطنبول. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، مني ومن كل الفريق العامل أجمل التحايا، إلى اللقاء.